الاطلاع على مستجدات مهمة غواصة الإنقاذ التي بدأت عملها صباحا. التفاصيل مباشرة مع الزميلة ديانا عوضة. ديانا تفضلي. نعم لارا، انطلقت الغواصة عبر خافرة منذ ساعات الصباح الأولى، ولكن حتى الساعة لم تتمكن من النزول، ولكن تمكنت من تحديد موقع غرق الزورق، ولكن حتى الساعة كما ذكرنا لم تتمكن من النزول لأنها واجهت عراقيل عدة، منها سرعة الرياح والأمواج، لذا فهي تنتظر الآن يعني سرعة الرياح أن تخف نسبيا لتتمكن أو ليتمكن الطاقم المسؤول بإنزال هذه الغواصة لتباشر بعملها، وهي المرحلة الأولى تصوير الموقع ومن ثم انتشال الجثث. كما ذكرنا هي عملية ستستمر يعني أيام عدة، ونود أن أذكر بأن هذه الغواصة يبلغ طولها حوالي 6 أمتار وعرضها 2، وتتمكن من الوصول إلى 2180 متر. ونود أن نذكر أيضا إلى أن طاقم الغواصة مؤلف من 3 أشخاص، وهو سيكون على اتصال دائم مع مدير الغواصة لتسجيل كل الملاحظات و يعني لتدوين كل هذه الملاحظات التي ممكن لأن يعرفها الطاقم تحت، إضافة إلى أن هذه الغواصة ليست متصلة بالسطح بأي شكل ممكن، هي فقط سوف تنزل يعني إلى قعر البحر لانتشال الجثث وجثث الضحايا. يمكن القول بأن حتى الساعة لم تتمكن من النزول، ولكن بطبيعة الحال سوف تقوم ب أو سيقوم الطاقم بإنزالها لاحقا. نستمع الآن إلى ما قاله قائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي. لارا، التعاون وعمل الفريق هو بسبيل ايجاد المركب يلي غرق بتاريخ 23/4 على عمق حوالي 470 متر وعلى متن عدد من المفقودين. رح اعطيكم بعض المعلومات عن الغواصه يلي حتنفذ هالعمليه. طول الغواصه 5.62 أمتار وعرضها 2.24 أمتار وبتوصل الى عمق 2180 متر. طاقم الغواصه مؤلف من 3 أشخاص هن اللي بيسوقوها، والغواصة أثناء الغوص بتبقى على اتصال دائم مع مدير الغطسة. هي غير موصولة بأسلاك إلى السطح، وبالتالي بتروح بتنفذ كامل مهمتها وبترجع مع التسجيلات والملاحظات. العمل دقيق وبدنا نخلي كل النتائج بالحسبان. لمواكبة مهمة الغواصة أنشأت القوات البحرية غرفة عمليات خاصة لها المهمة بتسمح بمتابعة الغواصة بدقة. بنتمنى على المواطنين ما يقتربوا من منطقة العمليات يلي هي على بعد ميلان غرب جزر الرمكين، وعدم الاقتراب من المراكب يلي عم تشتغل بالمنطقة أقل من كيلومتر واحد. في